السلام عليكم غزالة ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ امركم بخير؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. بغيت نشارك معكم اجواء عاشوراء. لقيتونا اول حاجه درنا سكسو بالجديد، كل واحد كيتختلف كيفاش كيدير. المهم لقيتونا مجموعين مع مرات خالو ديال راجلي وعقوسي ومرات لوسي الدار عامره صلى الله عليه وسلم بيه، وعنديروا شعاله وعنديروا كل شيء الصراحه. وبغيت نشارك معكم هذه الاجواء ديال عاشوراء. المهم حنا تغدينا بالسكسو بالجديد، من بعد درنا الحريره وعنديروا الملاوي، ولكن انا ما صورتكمش الحريره والملاوي لحقاش بغيت نحط لكم فيديو بنهارو. نتوما عارفين المونتاج وداك الشيء، الخدمه كتكون شويه صعيبه. المهم هنا لقيتونا غنتغداو، من بعد مرات خالو دراج اللي دارتنا الحريره ديالها وعنديروا الملاوي ان شاء الله. المهم خليكم عاد تشوفوا شعاله والنشاط والضحك اللي دوزنا، وما تنساوش تشجعوني بواحد لايك واشتراك فضلا وليس امرا، وشاركوا هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تكون الفائده. نخليكم في امان الله. صبر تبكي ولا تصبر، انا العمود يدك مدة، الحلال يتغنى على عزيز عليا. انا لك تقول لك يمك امشي الله يرضى عليك. وهي عمر يا في ماشى عندك الشوك؟ عندك الشوك يا خالتي؟ انا عندي. ها مريم شعاله شنو شعاله؟ لك يا صاحبي لك يا صاحبي. ها الشوك تما قدامك هي، بس تما يمكن فين الشوك بالعكس. ها خالتي هذا المجدوبيه، ها هي مريم قسمك اللي كتغني. سعالة سعالة ترجمة
ادخلوا الى منازلكم سلام.